ولكن نقول بملة عظيم إيران ميقوم كشفر هاي عربي ملت هاي عربي هيتش مشكلة بملة عزيز إيران نداري ملت هاي عربي دوست داره که روابط با ایران خوب بلکه بهتر بشه ولی مشکل ما با رژیم سیاسی در ایران است یعنی ایران هر روز روابط میان کشورهای عربی به خصوص کشورهای خلیج عربی بدتر میکشه مشکلی که این کشورها یا این رژیم خودش دوست نداره که ملت‌ها نزدیک بشن برای اینکه هم میگم حرفتون أي عزيز أي ملت عزيز إيران حرفتون بزنيد همان طور كي در 88 يا 2009 ميلادي قفتين ك نا لبنان نا غزة نا لبنان جوانم في داي إيران امروز ميقام ك بقو نا يمن نا سوريا نا بحرين نا فلسطين نا مصر جوانم في داي إيران بول إيران يا كشفر ساروتمند بول هاي زياد داره خب ولی رژیم ایران این بولها به مزدوران خودش در یمن در حوثی‌ها در بحرین میفرستاده وضع اقتصادی ایران ها هر روز بدتر میشه اگر به این رژیم میگن که ما دوست داریم که بول خودمون در ایران هزینه میشه و دوست نداریم که بول ما به این كشفرها بفرسته وضعشون خيلي بهتر مشه أنا وأنا أعتذر جدا هذا وأنت من زمان بتكلم عطني بس خلاصة الرسالة اللي نعم أنا لهم. أنا ذكرت وأنا أعتذر مجددا الحقيقة أنه مفاجئ بالنسبة لي لأن أيضا أن تستعيد أن تفكر باللغة الفارسية أحيانا يكون عندك مشكلة وأنت لم تستعد أنا قلت أن ليس هناك أي مشكلة إطلاقا بين الشعوب العربية والشعب الإيراني والشعوب الإيرانية والأقوام وما يسمى بالأقوام في إيران مشكلتنا مع النظام السياسي في إيران إيران تدعم يعني العناصرها في اليمن وفي سوريا وفي البحرين وتصرف أموال إيران والشعب الإيراني على هذه الشعوب بينما الوضع الاقتصادي في إيران من سيء إلى أسوأ أيضا قلت أنكم ذكرتم في عام 2009 وهي أيام ما يسمى بالموجة الخضراء أنكم قلتوا لا غزة ولا لبنان روحي في دائرة إيران اليوم أقول لكم قولوا لا البحرين لا اليمن لا سوريا لا العراق لا مصر روحي في دائرة إيران وأموالنا يجب أن تصرف في إيران حتى يتحسن الوضع الاقتصادي جميل. شكرا لك يا دكتور فخوري فيك والله دكتور الله يعطيك الف عافية ويعني سعدنا بتواجدك معنا شكرا للدكتور